أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا العرض عن تطورات العراق في عام 2020، حيث كان هذا العام بالنسبة للعراق صعبا جدا. عانت البلاد من صراعات القوى الإقليمية والأزمات السياسية. بدأت الأحداث في العراق في عام 2020 بصورة متلاحقة لتحوله لساحة صراع ساخنة، حيث شنت الولايات المتحدة غارة قرب مطار بغداد أسفرت عن اغتيال قائد الحرس اللاثوري الإيراني قاسم سليماني ومسؤول الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، ليعقب ذلك تصويت البرلمان العراقي على مشروع قانون ينص على خروج القوات الأجنبية من البلاد. في خضم هذه الأحداث مشاهدينا الكرام، أعلن التحالف الدولي في 7 يناير تعليق نشاطه في العراق في ظل التصعيد بين طهران وواشنطن. وعلى مدار شهر فبراير بأكمله خرجت مظاهرات غاضبة ضد تكليف محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة العراقية، إلى أن اعتذر في بداية شهر مارس، وأعقب ذلك تكليف الرئيس العراقي النائب عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة. إلا أن ظروف تسميته والواقع لم يختلفا كثيرا عن سابقه، حيث رفض الشارع العراقي أيضا هذا التكليف. وفي نهاية هذا الشهر نشر الجيش الأمريكي صواريخ باترويت لصد الهجمات الصاروخية التي تستهدف مقرات التحالف الدولي. لم تهدأ وتيرة الاحتجاجات في العراق إلى أن تم تكليف اللكاظمي بتشكيل الحكومة التي حازت في الآخر على ثقة مجلس النواب العراقي في شهر مايو. وفي منتصف العام تقريبا بدأت تركيا عملية عسكرية موسعة في شمال العراق، أدنتها العمليات العراقية وكذلك أدنتها الرئاسة العراقية بعد سقوط ضحايا مدنيين فيها. عقب ذلك قام رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بأول جولة خارجية له بزيارة إيران، حيث اجتمع مع المرشد الأعلى والرئيس حسن روحاني ومسؤولين آخرين، وقام بزيارة أخرى في شهر أغسطس للولايات المتحدة الأمريكية، استقبله خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. في سبتمبر زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضا بغداد، وأكد على ضرورة الحفاظ على السيادة العراقية. كما أبلغت واشنطن المسؤولين العراقيين نيتها غلق سفارتها في بغداد بسبب استمرار الهجمات الصاروخية. هذا وبحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال جولة أوروبية شملت فرنسا، ألمانيا وأيضا بريطانيا سبل زيادة التعاون إن كان بين العراق وأيضا الاتحاد الأوروبي. وقبل نهاية العام أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية نيتها سحب 500 جندي من العراق والإبقاء على 2500 فقط قبل تسليم ترامب ولايته في يناير. إذن مشاهدينا الكرام، يأمل العراقيون في العام الجديد انتهاء الصراعات الإقليمية وكذلك الأزمات السياسية مع ترقب لانتخابات مبكرة في يونيو القادم. كان هذا عرضنا مشاهدينا لآخر تطورات العراق عام 2020. شكرا لكم.